بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علماء وعباقرة في عملهم، لكنهم مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي. يعني انا كلمتكم من حوالي 3 سنين على الفيسبوك على الدكتورة منى بكر. الدكتورة منى بكر دي عالمة ملهاش اي علاقة بالعسكرة، فعندها ابتكارات وعندها ابحاث، وهي شخصية كبيرة في هذا الامر الله يرحمها. المهم جم في المؤتمر بتاع الصين عايزين يشتروا منها بعض الأمور، وجالها عروض من شركات أدوية أمريكية إن هي تروح إيه تروح يعني عندهم في أمريكا بتعاقدات وتهاجر وتقعد، مفيش مانع إنها ترجع مصر وتروح برضو، بس هم عايزين يعني إيه يحتووها، يعني عايزين ياخدوها عندهم باختصار وتبقى تحت السيطرة بتاعتهم. فهي الدكتورة ديت الله يرحمها شافت ان هي مفيش لازمة ان هي تتغرب. عشان ايه تتغرب؟ عشان فلوس. ما هي اصلا يعني هتبيع براءات الاختراعات بتاعتها، وهي ما كانتش ناوية على فكرة تبيع براءات الاختراعات اصلا، كانت ناوية تدي براءات الاختراع لشركات ادوية محلية في مصر، وهتصنع وهتصدر للعالم كله، وهيبقى طبعا ليها نسبة اللي هي نسبة براءة الاختراع، وبلدها بقى يخش لها دولارات، والشركات بتاع بلدها تنتعش. كان ده التفكير بتاع الدكتورة منى. طبعا الله يرحمها ويسامحها ما كانش عندها دراية الدنيا ماشية ازاي خالص. اللي حصل انها لما رجعت مصر يا ابو الشباب بهذه الافكار، ورفضت العروض المغرية من شركات الأدوية الأمريكية، اللي حصل إن هم سمموها في مصر، وبنفس العلم اللي هي بارعة فيه وكده. هي طبعا الدكتورة منى مش عارفة الأمور اللي أنا قلت لك عليها الوقت دي، يعني شوف عندها عبقرية جامدة قد إيه. ما خلتش بس وقت من عندها ساعة واحدة كل شهر، مش هقول لك ساعة مثلا كل يوم، كل شهر ساعة واحدة تقرأ في الاستراتيجيات وتعرف العلاقات الدولية، وبعدين تركب المعارك اللي بتحصل وتقرأ شوية في التاريخ. وطبعا هي عندها مخ جيد، عندها قدرة على الاطلاع وكده، يعني الواحد زي حالتي أنا يعمله في 10 ساعات ممكن هي تعمله في نص ساعة أو كده. فكانت طبعا هتفرق كتير جدا وتفهم الدنيا ماشية ازاي. أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.